كلمات أخيرة دكتور عفاف، كلمات أخيرة، نصائح للمرأة سواء اللي عايزة يعني تمنع حمل أو اللي عايزة تخلف ولكن ما تخلفش كتير بقى. المشاركة بين الزوج وبين الزوجة، وبعدين الثقافة، الثقافة اللي هي بوصل المعلومة لجميع طبقات المجتمع، يعني ما أكونش قاعدة في برج عالي وبتكلم على حاجة ما حصلتش، لكن أنا بتكلم على الشعب كمتوسط تعليم. عارفة حضرتك لو أنا جيت للرجالة وقلت لهم من فضلكم دلوقتي في وسيلة حديثة علشان نقطع الحبل المنوي، هقول لك إيه دول؟ أوكي، طب أنا ممكن بقى هحمل وأولد بعد كده؟ ما قعدوا يتريقوا علينا. دكتور فكهاني تقول ايه للرجاله؟ اقول ان اصعب حاجه بيقابلها الانسان في حياته هي تربيه الاولاد وتنشئته، فلازم الموضوع يبقى مخطط جيدا جدا على حسب امكانياتك وظروفك. هي فعلا اكبر حاجه قابلتني في حياتي فيها تفكير وقلق هي تنشئه الاولاد، فبنصح كل واحد خطط لحياتك كويس. دكتور عفاف انت قلتي جمله مهمه ان هو تكون جاهزه جسديا. تمام. تكرار الحمل ماذا يعني بالنسبه للمراه؟ اولا ربنا حط فتره موجود سنه حمل وسنتين رضاعه، هي ما اتعملتش كده بهزر، اتليست 3 سنين وممكن يكون مور. ليه؟ علشان هي تهتم بصحتها وبتهتم بالكائن الجديد وياخد الرعايه الكافيه علشان يبقى انسان سوي في المجتمع. عارفه حضرتك ده من ناحيه التخطيط. تاني حاجه في بقى قوانين اللي هي المستجده عندنا في قوانين دوله، قوانين الدولة إذا كان الدين قال لي 3 سنين ما أنا ممكن يكون مور. عارفة عارف حضرتك يعني أنت تفضلي إن ده يكون في قوانين الدولة كمان؟ طبعا طبعا. إذا كان الدين قال لي 3 سنين سنة حمل وسنتين رضاعة، إذا أقل حاجة عشان ست تحمل 3 سنين حتى ترجع تاني سايكولوجيكالي ونفسيا. دي على فكرة دي فكرة مهمة. عموما الست بتاخد أجازة بالظبط وبتاخد اجازه رعايه طفل و الى اخره. اذا كنت انا هقول لو اتعمل قانونا، اذا كنت انا هقول ده في امريكا فتره رعايه الطفل بتتقسم بين الزوج وبين الزوجه، لان زمان لما كان بيحصل حاجات تحت القانون زي كده وكان كل حاجه اجباري كانت الناس بتلف حوالين الموضوع. الموضوع ما بيجيش ابدا بالاجبار، بالثقافه. زي مثلا التجنيد زمان، احنا عندنا في الصعيد في ناس كانت بتولد ولد وبعديه ولد وبعديه ولد والثلاثه بنفس الاسم عشان واحد بس يدخل التجنيد، واحد يدخل الجيش. كلمة أخيرة. العملية الجنسية بتقعد دقايق لكن أثرها بتستمر طول العمر، فإحنا محتاجين ناخد بالنا إنه الموضوع مش مجرد دقايق، الموضوع هيقعد طول العمر سواء أثره علينا أو أثره على أطفالنا.